اتفضلي اتفضلي يا قمر الزمان والمكان. ايه ده؟ هو احنا هنقعد هنا ولا ايه؟ هنا مؤقت بس لحد ما الليله تسخن وبعد كده هوب على فوق. ايوه بقى، وتبقى ليله ولا الف ليله وليله يا شكاره. هو ده. بصي جايب لك اغلى وافخر انواع المشروبات عشان نشرب ونتسلطن ونعلى على الاخر. البدايه سخنه قوي يا جدعان. هوبا هوبا هوبا. شفت بقى عاطف؟ اهو ده اللي انا كنت خايف منه. لا بقى يا بيه، ما هو مش كده، مش ماتش كوره، هو كل كلمه هنعلق عليها. يا بني ادم بقول لك هيشربها هيشربها. طب في الكباريه وانت تصرفت، انما هي جوه لوحدها دلوقتي هتعمل ايه؟ ما تقلقش بقى يا بيه، هي هتتصرف، خليها نسمع. هو انا ليه حاسس ان انت مستمتع قوي يا عاطف؟ لا لا ابدا ابدا خالص، عادي يعني. عادي؟ لا لا لا، خمره لا. لا ايه؟ بلاش شهريجة صابرين. مش مهرج ولا حاجة، بس أصل الخمرة دي بتدروخ وتدوخ، وأنا بصراحة كده عايزاك فيقلي، وإذا كان على الشرب يعني أنا هقوم أعمل لك فنجان قهوة من إيديا هتحلف بيه بقية عمرك. قهوة إيه يا صابرين؟ أنت جاية عزا؟ لا مش جاية عزا ولا حاجة، بس أصل أنا عايزاك تفوق. أيوة. وتروق وتصحصح لي، ده لسه الليل قدامنا طويل وهنقول أحلى كلام. أموت في القهوة أم وش. يا انبوع الإثارة انت يا جامد. شايف بنت ال ما اتصرفت اهي، انت زعلان ليه دلوقتي؟ اتصرفت ايه يا عاطف؟ دي بتقول له قهوة وعايزاك تصحصح لي. ومالها القهوة؟ ايه اللي مالها القهوة؟ الكلام ده يا عاطف ما يطلعش غير من واحدة عندها خبرة. يا صابرين هتطلع خبرة ولا ايه يا عاطف؟ خبرة ايه بس يا ابي؟ دي زكاوة. ماشي عاطف، هنمشيها زكاوة. ايوه يا رضا، انا في المطبخ. ايوه يا اختي يا بتاعت القهوه. جرى ايه يا رضا؟ يعني انت كنت عايزني اتوع واشرب خمره؟ وبعدين مش المفروض ان انا اعمل له حاجه يشربها عشان احط له فيها المنوم اللي انت مديهولي؟ ايوه يا اختي، شربيه حاجه بس من غير هق ومق واحلى كلام. بقول لك يا رضا والنبي، مش وقت الكلام اللي انت عمال تعمله ده، انا عايز اعرف دلوقتي المفروض احط له كام حبايه في القهوه؟ حط له العلبه كلها، خلينا نخلص. يا لهوي يا رضا، انت عايز تخلص على الراجل وتوديني انا في داهيه؟ طب خلاص، حط له قرص واحد ولا اقول لك قرصين؟ ماشي يا رضا ماشي، حاضر. ايه صابرين يا حبيبتي، بتكلمي مين؟ ايوه يا ماما، انا هقعد مع مصطفى بقى ابن سعاد صاحبتي عشان هي شكلها كده هتتاخر في الشغل شويه كمان. معلش يا ست الكل، هتاخر شويه، حقك عليا. ايوه يا طنط معلش، هتتاخر عشان مصطفى تعبان قوي قوي قوي. يا ماما، ده مصطفى. ماشي يا ماما، ماشي حبيبتي، مع السلامه مع السلامه. ينفع اللي انت بتعمله ده وانا بكلم مامتي؟ ماما؟ دي بتقول لي ماما يا عاطف، انا بقيت ماما طبعا. ما انا قاعد تحت في العربية وسايبها هي فوق مع راجل غريب، لازم تقول لي ماما. هي ابيدي هي بتقول لك كده بس عشان هو تلاقيه دخل عليها. دخل عليها؟ دخل عليها المطبخ يعني. لا يا عاطف، هو ده احساسها دلوقتي. هي حاسة دلوقتي ان انا زي ماما. هو ده اللي في عقلها الباطن. يا ابيدي حتة فنجان قهوة لا طلع ولا نزل، فليه محسس انها عملت مصيبة؟ يعني انا غلطان اني بفهمك وبشرح لك يا عاطف؟ خلاص ما تفهمنيش. هو انا ليه حاسس انك بتزعق لي يا عاطف؟ لا لا ابدا، ده عقلك الباطن بيصور لك كده. قربي بقى، قربي جنبي عسولتي. لا لا لا، لما تخلص قهوتك الاول يا حبيبي، الليل لسه قدامنا طويل. طويل ايه بقى؟ ده انا على نار بقالي كتير قوي. معلش، يبقى مش هيجري حاجه لما تستنى شويه كمان. شويه كمان على النار كده تحرق وشيط كمان. لا بقى دي الشر عليك يا شكرتي. طب قربي قربي جنبي بقى. هقرب بس بعد ما تخلص القهوه بتاعتك. طب والله ما انا شارب الا لما تقربي، وتقربي قوي كمان وتتزعقي. لا اخص عليك بقى يا شكرتي، انا فاكراك يعني صاحب مزاج وهتقعد تشرب قهوتك كده زي الباشا وتتفرج عليا وانا برقص. ايه دي؟ ايه هي الحكايه في هراس؟ ما دام الموضوع كده يبقى انت اللي تسوق الليله من اولها لاخرها، وانا من ايدك دي لايدك دي. طب يلا بقى، روح يلا شغل لنا حته مزيكا كده عشان نسلطن. مزيكا من عيني دي لعيني دي. لا بتونس بيك، لا كل اللي دي عاطف. في ايه يا بيه؟ هو ايه اللي في ايه يا بيه؟ بترقص له يا عاطف، بترقص له. ما هو لازم ترقص له، لازم تديله درس نحو، مش لازم تغريه. الله، هو ايه اللي الله يا عاطف؟ دي بتقول له شيل ايدك. يشيل ايده منين يا عاطف؟ صحيح. الو الو صابرين، الخط قطع. استنى، عفوا لقد نفذ رصيدكم. وده وقته انت كمان؟ لا يا عاطف لا،
انا لا يمكن استنى اكتر من كده، لا يمكن. اهدى بس يا بيه، اهدى، ما تبوظ كل حاجه. اهدى ايه يا عاطف؟ دي بتقول له شيل ايدك، يعني التلامس اللي انت قلت لي انه ما حصلش حصل. خلاص يا حبيبي، هستنى ايه تاني لما تنزل لي بعيل؟ يا بيه بقول لك اهدى، تبقاش سيء الظن، ممكن يكون حاط ايده على شعرها ولا حاجه. على شعرها برضو؟ امال هيكون عمل ايه يعني؟ حضنها مثلا؟ نعم يا اخويا. بقول مثلا، مثلا فرضا ان هو حضنها، هتروح زقها، هيعمل ايه اكتر من كده؟ هيبوسها مثلا؟ هو انت فاهم انت بتقول ايه يا عاطف ولا بتهرتل وخلاص؟ بقول مثلا، مثلا حتى لو جه يبوسها هتروح حاطه ايدها على بقها كده ومش هيطول منها حاجه. لا يا عاطف، انا مش هسكت على اللي بيحصل ده، انا هدخل لها يعني هدخل. بس يا ابي رايح فين؟ زمان قبل صابرين دلوقتي ايه؟ ده صابرين كان بيعمل ايه يا صابرين؟ ما عملش حاجه يا رضا، ما عملش حاجه، الراجل متنيل اهو قدامي مخمود. انا قصدي كان بيعمل ايه قبل ما يتخمد. بقول لك ايه يا رضا، مش وقته خالص، اطلع لي دلوقتي حالا، خلينا نشوف هنتنيل نعمل ايه قبل ما الراجل يفوق. ماشي يا صابرين، لما اطلع لك بس. شفت يا ابي جالك كلامي؟ انا لا شفت ولا تنيلت، اهم حاجه دلوقتي هنعمل ايه في البال ولا قاعد على الباب ده. ما تقلقش ما تقلقش، انا هتصرف. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. الله يخليك، تسلم يا بلدينا. كنت عايز اسالك، فين فيلا المرحوم عماد حمدي؟ عماد حمدي؟ وقال لك فين الفيلا دي؟ قال لي هنا هنا، لازق على طول في فيلا المرحوم فريد شوقي. فريد شوقي؟ فريد شوقي؟ ما فيش فيلا هنا بتاعت واحد اسمه فريد شوقي. ازاي الكلام ده؟ تعال بص، مش اللي هناك دي فيلا المرحومه ناهد شريف؟ فين دي؟ اللي منور احمر هناك دي. الفيلا دي؟ دي بتاعت محمد ابو هاب. بجد؟ موسيقار الاجيال؟ واللي لازقة فيها دي بتاع فريد الاطرش. يا سلام، كلهم هنا في الكومباوند. هو اسمه ايه الكومباوند ده صحيح؟ مسبيرو زمان. اوعى يكون البواب شايفك. عاطف لها عمل له قهوه يا اختي. والنبي يا رضا اتلم بقى، عشان انا مش ناقصه تقطيم، انا جسمي كله بيترعش لوحده. بيترعش من الرقص والهز طول الليل، هيكون بيترعش من ايه يعني؟ طب اخلص بقى في ليلتك السودا دي، خلينا نشوف هنتنيل نعمل ايه. هو فين؟ اهو. بتعمل ايه يا رضا؟ دي له حقنه تنيمه لحد الصبح. انت متاكد انها حقنه منوم يا رضا ولا حاجه تانيه؟ خايفه عليه قوي يا اختي. لا يا اخويا، خايفه عليك انت، لا تروح في 60 داهيه. انا لو كان عليا عايز اديله حقنه هوا واخلص، لكن ما تقلقيش ده مخدر بس. طب واحنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنقلب الفيلا دي عليها وطيها لغايه ما نلاقي اي دليل ضده. يا صبري. ايه ده يا رضا؟ دي تلاجات دم، ودي اكيد التلاجه اللي كانت في الورق. ورق ايه وتلاجه ايه؟ تلاجه المفروض انه اشتراها على انها كهنه، شغل نصب واحتيال يعني. وايه كاس الدم دي كلها؟
ده دم فاسد. يعني ايه دم فاسد؟ يعني دم منتهي الصلاحيه ومش بعيد كمان يكون متفيروس. الفيروس؟ الواحد بعد ما بيتبرع بدمه المفروض الدم ده بيتاخد ويتحلل عشان لو في اي فيروس يعدموه. البشوات بقى بدل ما بيعدموه بيجيبوه يحطوه هنا وبعد كده يرجعوا يدوه تاني للناس الغلابه بفيروساته. يا نهار اسود يا منير، يعني الواحد من دول يبقى سليم يتنقل له كيس دم من دول يجيله فيروس؟ مش هو لوحده، ده هو واللي حواليه كمان بيبقوا معرضين للاصابه. ده مش فساد يا صابرين، ده قتل للناس الغلابه، مافيا ما يعلم بيها الا ربنا. يا نهار اسود يا رضا، طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجة، أنا هصور التلاجة دي واخد الصورة والورق اللي أنا لقيته ده وكده تبقى جبرت. أنت تاخدي عاطف وتطلع على البيت وأنا أروح لأشرف بيه وهو يشوف شغله بقى. هاتلي فطار وشاي فولي. حاضر يا باشا. آه ياما، صباح الفل يا أشرف بيه. هو يوم مش معدي. فيا رضا؟ إيه يا رضا على الصبح؟ أنا لسه ما فطرتش، لسه حتى ما شربتش كوباية الشاي يا أخي. جايب لك قضية مقشرة يا باشا، أكبر عصابة لتجارة الدم في مصر، لا وإيه؟ جايبها لك بالراس الكبيرة كمان، وبالأدلة والمستندات. يا رضا، يا رضا أنا لسه ما فتحتش عينيا. ما أنا قلت بقى يا سلام لو تفتح عينيك على المفاجأة الحلوة دي، وبرضه النسر بتاع سيادتك محتاج دبورة تونسه. إيه جو مراتي ده على الصبح؟ الفطار يا باشا. هات يا فولي. ألف هنا يا باشا. الله يهنيك يا سيدي. معلش بقى أنا هستأذنك في كوباية الشاي دي لأن أنا مطبق من امبارح وما نمتش. هات شاي غيره لأشرب بيه يا فولي. حاضر يا باشا. حاضر يا باشا. يا رضا، الشاي ده بتاعي يا ابني، ببلع بيه اللقمة على الصبح. المعلومات بقى اللي أنا جايبها لسيادتك هتبلع بيها الزلط مش اللقمة. أهم حاجة نسرع في الإجراءات عشان المتهم نايم دلوقتي وعايزين نلحقه قبل ما يصحى، فانجز. حاضر. نعم. قصدي انجز سيادتك يعني. صابرين يا صابرين، يا راحت فين؟ ايه ده؟ انت يا بني ادم، يا بني ادم اصحى، انت يا طور. اوه انت في 70 نومة، ما تصحى وكلمني. شفت صابرين الست اللي كانت هنا امبارح؟ يعني ايه ما خبرش؟ طب اطلع لي هنا بسرعة يا غبي. يا بني ادم انت نايم على ودانك ولا ايه؟ خير يا بيه؟ في ايه؟ ازاي البنت تخرج من غير ما تشوفها؟ وانا عارف منين يا بيه؟ ما كل مره بيجوا ويباتوا وبيمشوا مبسوطين، اشمعنى المره دي عاد؟ البنت دي نايمتي واكيد سرقت حاجه. يا ما حذرتك يا بيه وقلت لك السكه دي عويه واخرتها سودة، ما صدقتنيش. اشرب عاد. انا في ايه ولا في ايه دلوقتي يا حيوان؟ ادخل دور معايا كل حاجه اتسرقت كده ولا كده. يلا اتفضل. دور كل مرة يتعك ويتنايل على راس اللي خلفوه ويمسك فيا، انا اعمل لك ايه انا؟ المزاز داخل طالع من حاجة انا. خليك انت، انا اللي هفتح. افتح تلاقيها مزة جت عن الصباح. دكتور شوقي الغياتي؟ ايوه انا، في ايه؟ حضرتك انا معايا امر من النيابة بتفتيش الفيلا. تفتيش ايه وكلام فارغ ايه؟ انت عارف انت بتكلم مين؟ حضرتك انا عارف طبعا انا بتكلم مين، بس ده امر نيابة، ما يفرقش معاه مين قصاده. ده كلام فارغ. أنا هوريك إذا كان يفرق ولا ما يفرقش. دكتور شكري ملوش لازمة اللي أنت بتعمله ده، عشان الفيلا هتتفتش هتتفتش. ما تستنى يا عاطف لما نقعد ناكل كلنا سوا. مش قادر يا ماما، هموت من الجوع. طب كل يا طفس. يلا يا صبري قومي يا حبيبتي كلي لك لقمة لحسن الواد ده طفس ويخلص الأكل كله. لا يا ماما أنا هستنى رضا، زمان على وصول. طيب يا حبيبتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله على السلامة يا حبيبي.
عملت ايه؟ الحمد لله يا حليمه اتقبض عليه خلاص. بجد يا رضا؟ يا ما انت كريم يا رب، انا مش مصدقه اللي بسمعه. الحمد لله يا ابي، عملوها الوحوش. لا بقول لك ايه يا عاطف، ما تقفورش، احنا ما كناش في حرب. والله يا حبيبي انا كنت حاسه ان اكتر من الحرب، ده انا ما نمتش طول الليل. لا خلاص يا حليمه، اهو دلوقتي بقى الواحد يقدر ينام وضميره مستريح. ننام ازاي يا ابي؟ ده لسه في لسته هنقبض عليها. هو انت ليه يا عاطف محسسني انك عايش جوه المغامرون الخمسه وفرحان بالحدوته اللي احنا فيها؟ يا حبيبي كفايه قوي لحد كده. وانت يا ريت بصوا لنفسكم بقى شويه وسيبكم الكلام. ما تقلقيش يا حليمه، طالما واحد وقع يبقى اللي وراه هيجوا هيجوا، اصل دول بيبقوا عاملين زي بكره الخيط، اول ما تمسكي طرفها الباقي كله بيكر، واكيد شكري هيجيب اللي وراه. يعني شكري ده هيقول على الباقيين؟ امال يعني هيشيل الشيله لوحده؟ دول جبنه يا عاطف، عشان كده اول ما ربنا بيديهم بيفتروا على خلق الله، لكن اول ما يتمسكوا ويتذلوا كده بيبانوا على اصلهم. انا فرحانه قوي يا رضا. شوف يا رضا، احنا جبنا حق كام واحد وواحده وانقذنا ناس قد ايه منهم. ربنا هو اللي سخرنا للهدف ده يا صابرين، وهو كمان اللي ساعدنا ان احنا نحققه. كده بقى اقدر ابص لمدام امال واقول لها ان انا جبت حق الدكتور شريف. الفرح حلو يا ولاد. طب بمناسبه الفرح ده بقى، انا عندي لكم فكره بمليون جنيه. فكره ايه يا صابرين؟ يا نهار اسود، امتى الكلام ده حصل؟ النهارده الصبح ساعتك والناس كلها بتتكلم. غبي، طول عمري بقول عليه اللي هو غبي، اخطاه كتير، سهر وستات وقرف وشرب. طب وتفتكر سعادتك وقع ازاي؟ اكيد طبعا مصيبه من دول، ولا رغيو اللي عمال على بطال معتز. دي مشكله الناس اللي بتتغني على كبر، دماغها دي بتتلحس. طب وراجل زي ده يعمل ايه في التحقيقات؟ ده ممكن يخرب كل حاجه سعادتك. هي دي المصيبه يا فرماوي. الو؟ ايوه معاليك. انا لسه عارف دلوقتي يا فندم. ما انا ياما قلت لسعادتك. عندك حق، مش وقته، مش وقته فندم. لا طبعا، ما هو مش هيتكلم دلوقتي، اكيد طبعا هيمطلهم شويه. طب نعرف بس سيادتك هم متهمينه بايه وبعد كده نقرر. ما تقلقش معاليك، انا هعمل اللازم وهبلغ سيادتك اول باول. شقتكوا ايه دي يا صابرين اللي نتجوز فيها؟ لا طبعا انا مش موافق. وايه المشكله بس يا رضا؟ لا في مشكله، انا مش هعمل كده. انا هروح لابو عبد الله واخد منه الفلوس وراح احطها مقدم في جمعيه مسكن ونجيب الشقه اللي كنا متفقين عليها. جمعيه مسكن ايه دي اللي انت عايز تستناها؟ وبعدين يا رضا الشقه دي بتنزل لقط، بتخلص اول باول. مفيش مشكله، نستنى المرحله اللي بعدها عادي يعني. نستنى ايه يا رضا؟ انت شكلك كده مش عايز تخلص. وبعدين احنا ليه اصلا بقى نبدا حياتنا بالسلف والدين؟ ما الشقه قدامك اهي وفاضيه. فاضيه دلوقتي عشان جمالات سابتها ومشيت، لكن لما ابوك يطلع من السجن هنعمل ايه بقى ساعتها؟ هيقعد معانا يا رضا، ابويا هيبقى محتاج مرعيه. مين ده اللي يقعد معانا؟ ده انا اللي حبسه، هقعد انا وهو تحت سقف واحد ازاي؟ يا رضا ابويا مش هيطلع من السجن زي ما كان، هيبقى اتهد خلاص، خصوصا بعد موضوع السجن وموضوع جمالات ده. اكيد ابويا مش هيبقى زي الاول وهيبقى محتاج مرعيه. فايدتها ايه بقى ان انا اسكن بعيد عنه؟ ما هو هيفضل برضه ملزوم مني، يبقى لازمتها ايه بس الشحططه؟ طب افرض انا وافقتك وقلت ماشي، هنعمل ايه بقى في اخواتك؟ اخواتي ايه بس يا رضا؟ دي واحده فيهم متجوزه في الكويت والتانيه متجوزه في السعوديه، وما بشوفهمش غير في الاجازات وكل فين وفين، ده حتى التليفونات بقيت في الاعياد وبس. ايوه التليفونات في الاعياد، لكن لما يبقى في شقه هتلاقيهم نطوا قدامك. انا اخواتي لحد دلوقتي ما يعرفوش ان ابويا اتحبس يا رضا، وبعدين حتى لو عرفوا هيعملوا ايه يعني؟ والنبي ما هيعملوا حاجه. لا انا مش مستريح. انا مش راضيه اتدخل من الصبح، وبقول في الاول وفي الاخر دي حياتكم وانتوا احرار فيها، انما الكلام اللي بتقوله صابرين ده يا رضا هو عين العقل. عين العقل؟ عين العقل ازاي يا حليمه؟ بس انت هتجننيني يا ابني. انتوا طولتوا قوي، وموضوع الشقه التانيه دي عالي، وحتى لو جت ما هي عايزه تتوضب ومصاريف وحاجات ياما. تقدر تقولي هتجيب ده كله منين؟ اه والشقه دي جاهزه، يعني ممكن اوظفها لك انا واديها وش نظافه في يوم واحد، ونتجوز بقى ونتلم في بيت واحد يا رضا، وتبقى جنبي يا حبيبي وما تبعدش عن امك ابدا. يعني انتوا شايفين كده؟ ايوه شايفين كده، وما فيش غير كده كمان. خلاص يبقى توكلنا على الله. تمام يا فندم. طب اسيبكم مع بعض شويه. متشكرين اهو. نور يا دكتور. ايه
عامل ايه يا شكري؟ اسمع يا رأفت، انا ماسك لساني لغايه دلوقتي، لكن انا مش هشيل الشيله لوحدي. انا بقول اهو. اهدى اهدى شكري، المواقف اللي زي دي بتبقى عاوز هدوء وترتيب افكار. ترتيب افكار ايه؟ يعني اقعد لسه ارتب افكاري لحد ما الاقي نفسي لابس تعبيده؟ شت. الباشا بذات نفسه موصين ان انا اقوم لك اكبر محامين في البلد، ان شاء الله هيلاقوا خطا في الاجراءات. اجراءات ايه وخطا ايه؟ دول ظبطوا كل حاجه، الاوراق والمسندات معاهم، يعني انا كده لابس رسمي. انا بس اللي مجنني ازاي الموضوع ده تم؟ معرفش. تعرفش ازاي؟ شكري، انت كنت لوحدك في الفيلا؟ ها؟ كنت لوحدك في الفيلا؟ ايوه. شوف يا شكري، اذا ما قلتليش كل حاجه بالظبط انا مش هقدر اعمل لك اي حاجه. ما كنتش لوحدي. كان معاك مين بقى؟ كان معايا بنت حلوه كده اتعرفت عليها في الكباريه. تفتكر البنت دي هي اللي بلغت عنك؟ معرفش يا رأفت، بس ما افتكرش البنت دي غلبانه. والله انت اللي غلبان، ما مش بعيد يكون مرشده ولا حد زائقة عليك عشان يوقعك. طب مين اللي عايز يعمل معايا كده؟ انا عارف بقى، ما انا قلت لك بطل مصايبك دي وانت مفيش فايده. خلاص بقى يا رأفت، سيبنا من السيره دي. عندك حق، نسيبنا من السيره دي. اهم حاجه عندي دلوقتي ان انت تروق كده وتثبت، واحنا ان شاء الله مش هنسيبك. انا جبت لكم السندوتشات. تسلم ايدك. ربنا يخليك يا ابا صبري. ينيلك يا عاطف، ايه الالوان الفقعه دي؟ ده بامبي مسخسخ، عشان انت خلتك انت وابردة تغني له الحياه بقى لونها بامبي. انت جنبي وانت جنبي. الاثنين جنبي. عاطف، هتغني لي ايه يوم دخلتنا؟ جبار. لا نفسك. جبت الحاجات دي امتى يا عاطف؟ اول ما ابردة ده انا اوكي نزلت من النجمه جبت كل حاجه. والحاجات دي بقى قطعين كام؟ لا عيب عليك يا ابله صابرين، ده حاجه بسيطه يعني هديه بمناسبه الجواز ليكي والابردة. ربنا يخليك لنا يا عاطف، والنبي انا ما عارفه من غيرك كنا هنعمل ايه، بس يعني دقت بيك الدنيا وما لقيتش الا البامبي. والحياه بقى لونها بامبي. ايوه. وانا جنبك وانت جنبي. قولي يا ابله صابرين. وانا جنبك يا حبيبي يا حبيبي وانت جنبي. الحياه بقى لونها بامبي 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 بامبي. ادخل. تراجع اداء المنظومه اللوجستيه خلال السنوات الاخيره وعدم جاهزيه. تؤمرنا يا دكتور. قول لي يا دكتور، هي المستشفى كانت بتتعامل مع معامل الدكتور شكري الغياتي؟ ولا عمرنا اتعاملنا معاه. ازاي؟ كل التقارير اللي قدامي بتقول ان احنا كنا بناخد اكياس دم من عندهم. دي معامل تانية يا دكتور. وانت ما تعرفش انه شريك في المعامل التانية دي كمان؟ ولا اعرف. وهتفرق في ايه؟ احنا اي دم بنجيبه من بره بنتاكد اولا من صلاحيته وجنابك، عارف كده كويس قوي. ثم احنا اساسا معتمدين على تبرع الناس لبعضهم لبعض. عموما كل كاس الدم اللي في المستشفى تتراجع قبل ما يخرج كيس واحد يا دكتور. تحت امرك. والله انا زهقت، ما بقتش عارف الاقيها منين ولا منين. انا مش عارف اقول لك ايه يا دكتور، انت عاوز تصلح الكون. وانا قلت لجنابك قبل كده ان الحكايه دي اصلها مش سهله ابدا. مش سهله؟ يعني ايه مش سهله؟ يعني ندفن دماغنا في الرمل زي النعام ونبطل نحاول؟ المحاولات ملهاش اي قيمه يا دكتور. الفساد ده اصله مش مجرد شخص او مؤسسه او مستشفى، لا. الفساد ده عباره عن سيستم كبير. لو حاولت تلعب في السيستم ده، السيستم كله يقع. الدنيا كلها تتلخبط. لا 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 لا. انا طبعا مش موافق على كلامك ده يا دكتور. اسمح لي سيادتك احكي لك حكايه لطيفه كده. من كام سنه جابوا جماعه خبراء من اليابان عشان يدرسوا مشكله الطرق والعربيات عندنا والمرور. تعرف طبعا ان اليابانيين في منتهى الدقه، عشان كده عملوا دراسات قاسوا اتساع الشوارع، عدد العربيات اللي بتمر في الشوارع دي، ساعات الذروه، وي وي وي. عارف في الآخر وصلوا إيه سيادتك؟ قالوا أحسن حاجة سيبها زي ما هي كده، كويس قوي إنها ماشية، أي تدخل هيبوظ الدنيا، هيعمل كوارث. قصدك يا دكتور؟ قصدي سيبها زي ما هي كده،
لأن أي محاولة منك مش هيبقى لها أي لازمة، هتبقى زي ما بيقولوا بيحارب في طواحين الهوى. بعد إذن جنابك يا دكتور.